نشاهد أمامنا خيالة الحرس الأميري باللباس التقليدي حسب التشكيل، يتقدمهم قائد الخيالة ويليه فرسان حرس الشرف بالحرس الأميري على خيول مختلفة الألوان، الأزرق الأحمر والأدهم، وهي خيول عربية أصيلة، وذكر الخيل في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.